شهدت الآونة الأخيرة انتشار عناصر تنظيم داعش في الجبال المحيطة بقضاء خرماتو شرقي محافظة صلاح الدين، الأمر الذي بات يشكل خطرًا وتحديًا أمام سائقي المركبات والمواطنين الذين يسلكون الطريق الرئيسي المؤدي إلى العاصمة بغداد طريق. كركوك صلاح الدين لحد الان يشهد حالات خروقات امنيه متواصله مع كل الاسف انه يعني بالتحديد اكثر ما تصاب بها المدنيين اليوم على الحكومه وعلى القوات الامنيه تامين تامين الطريق فعلا يا اما غلق الطريق يا اما تامينه بالشكل الصحيح ان هذه العمليات الاستهداف المتكرر للقوات الامنيه والحشد الشعبي والمدنيين بات حقيقة مغلق وخطر يعني أنا شخصيا أريد أذهب إلى كركوك وإلى أربيل وعندنا كثير من الالتزامات ولكن بسبب المخاوف أنا يعني ما أذهب إلى كركوك على القوات الأمنية تأمين الطريق الذي يربط بكركوك طوز بغداد حقيقة هذا الطريق أصبح خطر على حتى على العوائل هناك العديد من الحوادث حدثت على هذا الطريق هناك عوائل تم حرقها وقتلها في هذا الطريق فعلى الحكومه تحمل المسؤوليه بتوفير سيطرات كافيه لحمايه هذا الطريق هذا الطريق طريق مهم وحيوي يربط عده محافظات فعلى الحكومه ان تتحمل المسؤوليه كامله لهذه الحوادث حقيقه اصبح طريق لا يطاق الا المضطرين اضطرار قوي الله يسلكون هذا الطريق. مجلس محافظه صلاح الدين اكد ان هذا الطريق بات هاجسا مخيفا لعناصر الاجهزه الامنيه والمدنيين. داعيا الاجهزه الامنيه الى نشر قطعات عسكريه اضافيه لتغلق الثغرات التي يتسلل منها عناصر تنظيم داعش وهمية موجودة على الشارع الذي يربط بين قضاء طوز ومحافظة كركوك يستدعي الإسراع بتفعيل المعلومة الاستخباراتية العمل الاستخباراتي من أجل القيام بعمليات استباقية قبل حدوث الحوادث أو المصائب على مواطنين محافظة صلاح الدين أو مواطنين محافظة كركوك لذلك يستدعي هذا الأمر التفعيل الدور الأمني كثيرا من قبل قيادة الشرطة صلاح الدين ومن قبل كل الأجهزة الأمنية للقضاء على هذه على مثل هذه الحالات ومثل هذه السيطرات وذلك حفاظا على أمن محافظة صلاح الدين وأمن المحافظات المجاورة لمحافظة صلاح الدين. وشهد الطريق الرابط بين العاصمة بغداد ومحافظة كركوك مرورا بقضاء طوس خرمات شرق صلاح الدين. عددا من حالات الخطف للمدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية من طوس خورماتو مصطفى السامرائي قناة سام الراعي الفضائية